Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habaybi, tarabatullahi, primary 4. Ahlan wa salam bikum. With you, Mr. Muhammad al Today, inshallah, we'll complete theme 4 Applications of Geometry and Measurement. Unit 13 Concept 1 Foundations of Angle Measurement. Listen to. كنا في lesson 1 حبايبي تكلمنا عن الانجلز angles وعرفنا الـ types of angles اللي عندنا مين هو ال acute والright والobtuse انجل angle إن السيركل عندنا الفول سيركل بتكون 360 degree عشان كده قلنا إن ال right angle بتكون 90 ليه لإن قلنا 360 اللي عملناها ديفايدد 4 تطلع معنا 90 degree وقلنا إن ال straight angle اللي هي ال half circle تطلع معنا 180 degree لإن 360 divided 2 تطلع معنا 180 فريسون 2 بيتكلم عن الانجلز اون ا كلوك فيس بيقول لك تخيل ان السيركل اللي معانا دي زيها زي الكلوك الكلوك كلنا عارفين ان فيها نمبرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ففيها هو ماني نمبرز 12 نمبرز فبيقول لك تخيل ان الكلوك اللي معانا ديت اللي هي السيركل دي متقسمه لكام بارت ل 12 بارتس كويس كويس عاوزين نعرف بقى ايتش بارت هيكون كام يعني مثلا اتحرك من اول 12 لغايه نمبر 1 يبقى انا كده اتحركت هاو ميني ديجريز فبيقول لي لما بتحرك من 12 ل 1 دايما لما بتحرك 1 بارت بس كده انا كده كاني اتحركت 30 ديجري ازاي يا مستر اصل لو عملت 360 ديجري divided by 12 لو عملنا 360 divided 12 تطلع معانا كام 30 ديجري تطلع معانا كام 30 ديجري عشان كده باجي اقول ان each part كل part جوه الكلوك بتكون دايما كام 30 ديجري من اي دايركشن بقى يا ترى من كلوك وايز من انتي كلوك وايز من اي مكان طالما انا حددت من هنا لهنا المكان ده دايما كده يبقى انا كده اتحركت ايه 30 ديجري خلاص طيب لو خدنا كمان واحده معاها يبقى انا كده اتحركت 2 بارت 2 بارت يعني 30 و 30 طب 30 و 30 يطلعوا كام قال يطلعوا 60 طب لو خدنا كمان بارت هتبقى 30 و 30 و 30 بكام 90 ديجري وهي دي كانت ال 90 اللي احنا كنا وصلنا لها في الايه في الرايت انجل right string تمام طيب يبقى دي اول ايه انفورميشن لازم نكون واخدين بالنا منها ان كل ما بتحرك 1 clock 1 clock يعني من 12 ل 1 يبقى كده 30 degree من 1 ل 2 يبقى كمان 30 من 2 ل 3 يبقى كمان 30 and so on طيب طيب بيقول لي بقى في الكويستشن ده بيقول لي ايه؟ write the measure of colored angles in degree وعشان اعرف اجيب الميجر دي, دي احنا اتفقنا الكلوك فيها 12 numbers هنعد ما بين التو لاينز في هاو ميني بارتس فنلاقي ما بين هنا وهنا اللاين ده واللاين ده هي ما بينهم بس هي 1 بارت اوكي كاني بتحرك من نمبر 5 لنمبر 6 يبقى دي كده كام اقول له كده يبقى دي 30 ديجري دي كده ايه 30 ديجري ولو حبينا نقول الانجل دي نوعها ايه اسمها اكيوت انجل اسمها ايه اكيوت انجل طيب لتر بي اتحركنا هاو ميني بارتس طبعا دي كل اصحابي عارفين ان هي ستريت انجل وكلنا عارفين ان هي 180 ديجري بس ازاي يا مستر؟ هقول له بص احنا اتحركنا كده 1 2 3 4 5 6 مظبوط؟ ولما اتحرك 6 فلو جيت عملت هنا 30 باي 6 فتلاقي ان 30 باي 6 equals 180 ديجري. طب اللي بعدها؟ هنا احنا كده بدأ بدأنا اهو من عندي 11 12 1 يبقى اتحركنا كام بارت؟ ادي كده 1 2 يبقى دي كده عملنا 2 بارت 2 بارت معناها ان 30 بلس 30 تطلع معانا كام 60 ديجري او اللي هي 30 باي 2 اللي هي برضو تطلع معانا 60 ديجري يلا نشوف اللي بعدها اهو ادي كده 1 2 3 4 5 يبقى احنا عندنا 5 بارت 1 2 3 4 5 يعني 30 باي 5 تطلع معانا كام الزيرو زي ما هي و3 باي 5 ايكوالز 15 تطلع معانا 150 ديجري اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي obtuse angle مظبوط؟ اللي بعده هاو ميني بارت اهو 1 2 3 4 يبقى انا اتحركت من اول ال 12 لغايه 4 يبقى اتحركنا 4 يبقى 30 باي 4 تطلع معانا كام؟ برافو عليك يا اصحابي تطلع معانا 120 عشان 3 باي 4 تدينا كام؟ 12 طيب لتر اف هاو ميني بارت؟ النمبر ده كام يا مستر؟ دي هنا كده 4 في كلوك وده كده 7 صح؟ يبقى من 4 ل 7 مشينا كام بارت 1 2 3 مشينا 3 بارت يبقى لما نعمل 3 باي 30 تطلع معانا 90 ديجري اللي هي رايت right انجل طيب اللي بعده تعال نشوف كده ده دي هنا كام يا مستر ده كده 10 ومشيت مشيت 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 لغايه لما وصلت لغايه ال 9 يبقى كده مشيت قد ايه مشيت لا ما مشيتش 1 ده دي كده مشيت 11 ليه اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أنا ببص على الcolored part مش الجزء اللي مش متلون. تمام؟ طيب 11 بقى لما نعملها باي 30 هتطلع معانا كام؟ ننزل الزيرو وقول 3 باي 1 إيكوال 3 و 3 باي 1 إيكوال 3 فتطلع معانا 330 ديجري طيب لتر اتش من كام لكام؟ قال لي يا مستر النمبر ده هنا 2. والنمبر ده 3 4 5 احنا مشينا من اول ال 5 لغايه ال 2 اوكي فنعدهم ازاي بقول كده ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فنعمل 9 باي 30 9 باي ايه 30 يبقى دي 0 و 3 باي 9 ايكوال 27 اللي هي 270 ديجري فهمنا كده عملناها ازاي يا ولاد طيب يبقى انا كده جبت الميجر اوف كلرد انجلز وفهمنا ان هي قد ايه هاو ميني بارتس من ال 12 بارتس اللي موجود نيكست كويستشن رايت ذا فراكشن اوف ذا كلوك كلرد اند هاو ميني ديجريز اوف ذا كلوك ذات فراكشن ريبريزنت طالب مني دلوقتي هنعمل حاجتين هنكتب فراكشن وهنكتب الديجري اللي لسه متعودين عليه من شويه طيب الفراكشن ده اللي هو ايه؟ احنا اتفقنا ان الكلوك فيها هاو ميني نمبرز فيها 12 نمبرز يبقى اي فراكشن دلوقتي هنكتبه هنعمله كده ايه over 12 طيب وبنعد فيه عندنا how many parts colored فهنا في how many parts colored ها في how many parts هنا one part بس اللي هو من number 11 to number 11 number 12 يبقى هنا ايه one part طيب تمام طب ال 1 over 12 دي احنا اتفقنا ال 1 part الواحد بيكون how many degrees برافو عليكم بيكون على طول 30 degrees ال 1 part بيكون كام 30 degrees طيب ناخد اللي بعده يا ترى ده how many parts من اول number 9 Like number one, 10, 11, 12, 1. You have four parts. You have four over 12. Four over 12, how many degrees? You have 30 by 4. 3 by 4 equals 12. You have 120 degrees. Letter C. How many parts from number 12 to number 3? How many parts? You have three parts. You have a fraction. 3 over 12. 3 over 12 بتطلع كام يا مستر الديجري بتاعتها تطلع معانا 3 by 30 اللي هي 90 degrees the next one ها يا ترى دي how many parts باينه جدا دي سهله خالص من 2 8 و 6 part اللي هي 6 over 12 او اللي هي 1 over 2 اللي هي half اللي هي تطلع معانا كام يا مستر 180 degree عشان 6 by 30 equals 180 degrees next one letter e yalla ya mister campord di min number 6 till number 10 yekid tsabi kolkom ento shaterin baa fel clock yebaa a 7 8 9 10 yebaa fi 3 4 over 12 You ba 6 7 8 9 ten yebaa 4 يبقى 4 over 12 4 over 12 will say, neya b 120 di mister 3ashan 4 by 30 equals 120 degrees letter f from number five to number seven, so after five, six, seven, so it's two o'clock. That is two over twelve. So two over twelve, we two times thirty equals sixty degrees. If anyone is confused, is to fraction? Is a to the clock bus active degrees better? The next question: Use the playing clock faces. clock face. وعاوزني انا اللي اعمل الدروينج خلاص واكتب له كمان الانجل بتاعتها ممكن تكون كام نتفق اتفاق عشان اعرف اعملها لو هو مديني فراكشن اتاكد دايما ان الفراكشن الدينومينيتور بتاعنا دايما لازم يكون 12 في الدينومينيتور طب لو مش 12 لازم الاول هنغيره ونخليه 12 ليه عشان في الكلوك شغال على 12 بارتس اتفقنا يبقى ده اول اتفاق اتفقنا عليه اهو يبقى اي فراكشن هيديهولي لو لقيت في الدينومينيتور 12 اقول له كده تمام هقدر اشتغل مش 12 قلت طب ثواني نغيره الاول نخلي الدينومينيتور 12 بعد كده نشتغل عليه يلا بينا نشوف اول واحده 2 اوفر 12 2 اوفر 12 سهله جدا ارسم عند اي واحد لاين اهو وعد بعدها 2 1 2 وارسم اللاين الثاني خلاص انا كده عملت ال 2 واعمل لهم كلرت صعبه كده سهله اهي طيب الميجر بتاعتها كام اتفقنا ان ال 1 ب 30 يبقوا ال 2 هيكونوا كام 30 بلس 30 يطلعوا معانا 60 ديجري او 2 باي 30 ايكوال 60 ديجريز اوكي okay? طيب لتر بي تاكدنا من ايه ان الدينومينيتور 12 اقول له تمام عاوز نرسم ايه 7 فانا ممكن اعمل من عند ال 12 والنمبر الثاني عند ال 7 اهو ونعمل كلر لل 7 parts اهو اوكي okay. صعبه كده يبقى دي نمبر 12 هنا ولو عدينا النمبر هنلاقي نمبر 7 خلصنا اه تمام وبعدين ال 7 دي اللي هي كام بقى يلا نعمل 30 باي 7 0 اوتسايد و7 باي 3 ايكوالز 21 So the angle it will be 210 ديجريز 210 210A درجة، لترسي 3 over 4، ها؟ من شاطر يقول لي 3 over 4، إيه ده يا مستر؟ دي ما فيهاش 12 في الديمونيتور، طب نعمل إيه؟ نطلع الأول، نظبطها، نقول له ال 4 دي لازم نغيرها، نخليها 12. طب وال4 دي تبقى 12 ازاي يا ترى هنعمل لها باي كام نرجع بقى للليسو بتاع الفراكشن اللي قلناه ايوه انا لازم نعمل لها باي 3 فزي ما عملنا هنا تايمز 3 نعمل كمان في النيمونيتور تايمز 3 فتبقى 3 تايمز 3 ايكوال كام 9 يبقى انا 3 اوفر 4 هي هي كام 9 اوفر 12 ده معناه ان انا من اول نمبر 12 هروح لنمبر 9 وهعمل كولر لل9 بارتس نعمل كلارد لكام لل9 بارتس اوكي ونبدأ نروح نعمل 9 times 30 تطلع معانا 270 degrees letter D 1 over 12 الحمد لله الدينومنيتور في 12 وعاوز مني أعمل colored 1 part أدي 12 وأدي 1 ونعمل colored 1 part واللي هي معانا 30 degree يجي واحد يقول لي يا مستر هو انت ليه كل مره بتبدا من عند ال 12؟ هو انا مش ممكن الون بارت من اي مكان؟ اقول له اه ممكن هنا وهنا بس اتاكد ان انت بتلون ايه؟ one part مفيش مشكلة خالص برضو تنفع معانا اوكي okay. تمام اللي بعد 5 over 12 فين ال 5 over 12 ها أنا ببدأ أحب أبدأ من عند number 12 وأعمل count 5 1 2 3 4 5 وعند number 5 رسمنا اللاين وعملنا كده إيه الكلر دي بتاعنا طب ال 5 parts يعني إيه يعني 30 by 5 ينزل الزيرو و 3 by 5 equals 15 يبقى الأنسر 150 degrees طب ال half ال half 2 في الدينومينيتور ال 2 لازم نغيرها الاول نخليها ايه؟ نخليها 12 طب نغيرها 12 ازاي؟ هنعمل 2 باي 6 برافو عليكم يبقى 1 باي 6 ايكوال 6 يبقى ال half ديت يعني 6 اوفر 12 اللي انا ممكن اعمل كده واعمل كلر للايه؟ لل half circle خلاص اللي هي تطلع معانا 180 ديجري اللي هي قلنا عليها straight angles يبقى كده حبايبي النهارده اتعلمنا ازاي السيركل حولناها لشكل كلوك قسمناها ل 12 بارت من خلال ال 12 بارت اي فراكشن هيديهولي اوفر 12 هقدر اعمل له كلر بعمل له باي 30 يعني لو اداني 7 اوفر 12 يبقى انا بعمل 7 باي 30 يجيب لي الانجلز على طول 3 اوفر 12 يبقى انا بعمل 3 باي 30 يجيب لي الانجلز بتاعتنا على طول كده اكون حبايبي خلصنا فيديو النهارده ثانكس اروت فور يور جود لسننج سي يو ان شاء الله ان ذا فيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته